اسم مرحومة صليحة الحميدي، خلدون منصور على قامش، إزاكا بودو، حسام الحاج مبروك. هذه التشكيلة اللي ينزل بها ماهر الكنزاري عبد الرحمن. صحيح، بالنسبة للفريقي في حراسة المرمى عاطف التخيلي، المختار بالخيثر، علي العبدي، فخر الدين الجزيري، نيكولا أوبوكو، أحمد خليل، غازي عيادي، وسام بن يحيى، معتز الزمزمي، إبراهيم الشنيحي يترك مكانه للمنوبي الحداد، وصابر خليفة احتياطيو الإفريقي، سيف الدين الشرفي، حمزة العقربي، سليمان كشك، بلال الخفيفي، عصام التخيلي، مهدي الوذرفي يرجع لل قائمة، إذا كمال القلسي وحمد التويري في انتظار الفني الجديد اللي باش يتوافد على الحديقة ويشرف على الإفريقي خلفا لماركو سيموني. بالنسبة للحكم الرئيسي هو دوري هيثم جيرات، المساعد الأول وائل عياد، والمساعد الثاني أحمد الذويوي. دائما الأسبقية مشاهدينا على الوطنية الأولى للإفريقي، هدف علي العابدي. استمتعتم في فترة ما بين الشوطين للأستوديو وتقييم أداء الفريقين والقراءات في التكتيك الفني، ماهر الكنزاري، كمال القلسي، وحمد التويري من جانب الإفريقي، والتغييرات الكبيرة في تشكيلة فريق باب جديد بالمقارنة مع المباراة الأخيرة اللي تابعتموها على الوطنية يوم الأربعاء، مباراة البنزرتي كانت مباراة شيقة، وأيضا أكيد تابعتم يوم الثلاثاء مباراة الترجي والملعب الجيبسي. اليوم البحث على الانتصار للفريقين لتدارك الهزيمة أمام الترجي للملعب الجيبسي والنادي البنزرتي للنادي الإفريقي، في انتظار قادم اللقاءات. خالد الغرسلاوي، كرة مباشرة لمعتز الزمزمي، نشيط في وسط ميدان الفريق، التوزيع طويلة مباشرة للحارس وسيم نوارة. نعيش الدقائق الأولى للفترة الثانية. آخر مباراة للأفريقي في المنزه كان فوز على اتحاد بن قردان بصعوبة، هدفين مقابل هدف، أهداف أسامة الدراجي، وسام بن يحيى القيدوم سحب التصويبات الدقيقة. شفنا أيضا في الهايلايتس نتاع فترة ما بين الشوطين الفرصة لأريال كونان في محور دفاع الافريقي وخروج عاطف التخيلي، اعتماد الملعب الجيبسي في الدقائق الاخيره للشوط الاول على توزيعات طويله في محور الدفاع المتكون من ابوكو وفخر الدين الجزيري. الغاني يمشي للتغطيه عاده على الجهه اليمنى وين موجود مختار بالخيثة اللي يسعد الهجوم، ونفس الوضعية لفخر الدين الجزيري في التغطية على علي العابدي من أبرز اللاعبين في تشكيلة الإفريقي في الفترة الأولى. مختار بالخيثر، محمد أمين النفسي، فخر الدين الجزيري، ثم وسام بن يحيى، منوبي الحداد، منوبي الحداد خذا مكان إبراهيم الشنيحي، من جديد علي العابدي، مباشرة صابر خليفة، الجهة اليسرى النشيطة للإفريقي على غرار نهاية الفترة الأولى. إذن مخالفة جانبية لفريق باب جديد، وربما تغييرات أخرى من جانب الإطار الفني. كمال القلسي اللي في بداية الموسم كان مع المستقبل الرياضي بالمرسى في تجربة قصيرة، متابعة للكرة الثابتة للمخالفة، الأفريقي حسم إلى حد الآن التقدم بكرة ثابتة، من جديد الكرة في المحور مباشرة الحارس وسيم نوارة، البحث على الهجوم المعاكس، والكرة بعيدة على خالد المليتي، لعب في النجم الساحلي النادي الافريقي، النادي البنزرتي، نادي حمام الانف، ايستر الفرنسي معروف بالكرات الثابته، فاز بالقاب افريقيه مع النجم الرياضي الساحلي، ايضا تجربه مع النادي الافريقي، لاعب عنده خبره كبيره بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ايضا نفس الوضعيه ونفس الخصال من الجهه اليمنى لخالد الغرسلاوي، موزيس اوركوما ربما يقحم ماهر الكنزاري، ايشاكا ابودو مكان كونان، تاج اريال كونان، المتابعه من لاعب تشيلسي بيركوم الغاني ابوكو،
هاشم عباس، غازي عيادي، معتز الزمزمي، كرة دائما في وسط ميدان الفريق وسام بن يحيى. اقتربنا من 5 دقائق في الشوط الثاني. وسيم نوار، خروج اضطراري امام القائد صابر خليفة. مباشرة التغطية من محور دفاع الملعب الجيبسي شهير، هذه المرة تركيز الافريقي على المحور على الاكس في الملعب الجيبسي. ولا بداية قوية بالنسبة لأبناء باب جديد لحد الآن في هذا الشوط الثاني، أكيد بعد 1-0 في الشوط أول و45 دقيقة أولى بإمضاء علي العابدي. الشوط الثاني إذا كان يسجل فيها الإفريقي يرتاح أكثر على النتيجة، خاصة شفنا الفرص الخطيرة للملعب الجيبسي. في المقابلة سطيدة كان قريب من التعديل، والتغييرات منتظرة بالطبيعة سواء لماهر الكنزاري أو للإفريقي. هذه كرة لخالد المليتي، المليتي يقرب يعطي كرة على الجيل سالي مروان تاج، يدخل مروان تاج داخل منطقة الجزاء، ما ثماش ضربة جزاء، غير موجودة المخالفة. مروان تاج بحث أكثر على الارتكاب الخطأ بالنسبة لمدافع الإفريقي أكثر من لعب الكرة. تعود بسرعة لوسام بن يحيى في وسط الميدان. أحمد خليل يعطي كرة لعلي العابدي، علي العابدي يمشي، العابدي يقدم أكثر لوسط الميدان، يعطي كرة لوسام بن يحيى. وسام بن يحيى عزلت عنده الكرة، يبحث عن المساندة، يلقاها مع غازي العيادي لنيكولاس بوكو. العودة لفخر الدين الجزيري، يمشي فخر الدين الجزيري لعلي العابدي. منوبي الحداد، منوبي الحداد الورقة البديلة اللي كانت في الشوط الأول تحديدا بعد نصف ساعة دخول وتعويض لإبراهيم الأشنيحي بسبب الإصابة. كرة في محور الدفاع، أو بوكو يلعب الكرة مع الزمزمي، مقطوعة الكرة لكن يخلط عليها مختار بالخيثر، مختار بالخيثر يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، ترجع من الدفاع، ترجع لمروان تاج، يخرج الكرة مروان تاج لأحمد ميدا، مقطوعة الكرة لاتجاه خالد المليتي يضيعها، يضيع المليتي والتماس، التماس يعود للإفريقي. أمامكم خالد المليتي رقم 10 في الملعب الجيبسي. الكرة بتماس لمختار بالخيثر، بالخيثر يلعب الكرة دائما لصالح الافريقي في وسط الميدان. وسام بن يحيى لغازي العيادي لبلخيثر لبن يحيى من جديد، عمليه ثلاثيه بين ملاعبي الافريقي. تعود لاحمد خليل، يبدل كليا من اليمين لليسار لعلي العابدي، يوزع العابدي داخل منطقه الجزاء، كره ضايعه، والتدخل من وسيم نواره، التدخل وسيم نواره يصلح الخطا اللي كان ارتكبه اكرم بن ساسي. وتعود الكره، البحث عن هجمه جديده بالنسبه للملعب الجيبسي، لكن في كل مره موجود دفاع الافريقي. كرة من هاشم عباس، هاشم عباس مقطوعة من معتز الزمزمي، أحمد خليل لغازي العيادي، فخر الدين الجزيري يعمل الكنترول، يرجع الكرة لعلي العابدي، العابدي للخلف موجود على الكرة، العابدي يعطي كرة طويلة من نوبي لحدد وصابر خليفة، صابر خليفة يعمل الكنترول والمراوغة ويرجع للعابدي لغازي العيادي، العيادي بوكو، بوكو إلى جنبه على اليمين موجود مختار بالخيثر، كرة تقصيرة بين ملاعبية الإفريقي وتطويل الكرة على المهاجم الأخير اللي هو في اللقطة الأخيرة من نوبي الحداد، لكن هاشم عباس يحط الكرة في التماس، التماس لصالح النادي الإفريقي اللي يغير في الخطط نتاعو إلى حد الآن. بعد شوط أول ممكن شفنا التركيز أكثر على محور دفاع فريق الملعب الجيبسي، في الشوط الثاني يعتمد أكثر على التوغلات الجانبية خاصة مع تواجد منوبي الحداد، صابر خليفة، الكرات القصيرة أيضا من الدفاع في اتجاه الهجوم، وترجع الكرة للملعب الجيبسي، طويلة الكرة لأريال كونان، يخرج يخرج عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي ياخذ الكرة إلى حد الآن. تغيير وحيد الإفريقي مقابل ولا تغيير للملعب الجيبسي، والتغيير الأول سيكون بعد قليل نشوف في إيزاكا بودو، هدف الفريق بأربع أهداف باش يكون هو الورقة البديلة القادمة بالنسبة لماهر الكنزاري. تعود الكرة بضربة مخالفة للملعب الجيبسي، تتنفذ المخالفة بسرعة، هاشم عباس، هاشم عباس، أكرم بن ساسي لعباس من جديد، عباس وبن ساسي، هل يكون التغيير أيضا في التكتيك بالنسبة للكنزاري ينقص مدافع خاصة أنه يلعب بثلاثة في المحور ويدخل مهاجم، أو تكون تغيير بالنسبة
بالنسبة للمهاجم بمهاجم يعني خروج كونان ودخول أبو دو، نستناو بعد قليل الإجابة ستكون من ماهر الكنزاري. قبلها الكرة لأيمن محمود، أيمن محمود لخالد المليتي، خرج على الجهة اليسار موجود تاج تاج تاج، وضربة الركنية. الركنية بعد التدخل من مختار بالخيثر، الانزلاقية من مختار بالخيثر على مروان تاج أمام كم تاج، والعملية الأخيرة بالنسبة للملعب الجابسي، التوغل والتدخل من مختار بالخيثر، ضرب الكرة ثم سقط، لعب الملعب الجابسي. إن شاء الله سلامات أيضا لمروان تاج. نذكر كان تغيير اضطراري بالنسبة للإفريقي بخروج إبراهيم الشنيك المصاب ودخول منوب الحداد. المباراة حاليا في شوطها الثاني، والكرة بضربة ركنية تتنفذ بسرعة. الحكم هيثم جيرات يقول إعادة تنفيذ ضربة الركنية، وإن شاء الله سلامات لمروان تاج مرة أخرى. عبد الرحمن نشوفه أنه قاعد يتوجع مروان تاج، ممكن الكنزاري يبدل رأيه على مستوى التغيير، نستناه بعد قليل. صحيح، ومباشرة غازي عيادي يغادر الميدان، وبلال الخفيفي ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية، حل هجومي آخر لمدرب الإفريقي والإطار الفني والمساعد نتاعو. كرة على مستوى القائم الأول، مازال اختر في مناطق النادي الإفريقي، وإبعاد الكرة في آخر لحظة من فخر الدين الجزيري. إذا التمهيد كان من الجهة اليسرى، تدخل من المختار بالخيثر على مروان تاج، كان تدخل سليم لكن كان مندفع مختار بالخيثر والمس الرجل اليسرى لمروان نتاج. في المقابل مختار بالخيثر هو اللي يمس الكره في مناطق الجزاء، وما ثماش ضربه جزاء لصالح الملعب الجبسي، هو اللي يغير اتجاه الكره مباشره. المحاولة من جانب الافريقي، بحث الافريقي على مضاعفة النتيجة، في المقابل سعي الملعب الجيبسي إلى التعديل وإقحام إيشاكا أبودو. بعد لحظات أحسن هدف الفريق حاليا في هذا المسعى. في الأثناء وسام بن يحيى، شوفوا الضغط من أحمد ميدا مباشرة إلى أريال كونان، ومن جديد وسط ميدان الافريقي يقص المحاولات للملعب الجيبسي. مختار بالخيثر مباشرة إلى صابر خليفة، وضعية تسلل من إشارة من وائل عياد. في الأثناء التغيير المنتظر من جانب المدرب ماهر الكنزاري، إضافة مهاجم خالد الغرسلاوي يغادر الميدان، و خالد المليتي فعلا هو اللي غادر الميدان. إذن خالد المليتي، وبالطبع مهاجم ثاني إيشاكا أبودو إلى جانب أريال كونان، هما نفس المواصفات في اللعب، معناها تقريبا يولي هو بلاي ميكر خالد الغرسلاوي. وخروج خالد المليتي اختار معناها باش يخرج متوسط ميدان هجومي ويقحم مهاجم المدرب ماهر الكنزاري. وضعية تسلل ضد إيشاكا أبودو الغاني لاعب السابق لنادي حمام الأنف، كان سجل في لقاء الأجوار في أول مباراة للمدرب ماهر الكنزاري لقاء الملعب الجبسي ومستقبل جابس. إذن خالد المليتي ما يكملش المباراة، على عكس مباراة الثلاثاء وين تم إقحامه مباشرة بتبع في الشوط الثاني. إذا هذه الوضعية تخلي المدرب ماهر الكنزاري يقحم إيشاكا أبودو بحثا على التعادل والمساندة للإيفواري كونان اللي لعب دقائق الأخيرة من مباراة الترجي والملعب الجيبسي يوم الثلاثاء، مخالفة لعلي عبدي وأحمد خليل، التوزيعة إلى صابر خليفة وقبله أيمن محمود، وتبقى الكرة لأحمد خليل ويرجع لي فخر الدين الجزيري. لعب كأس الكاف وكأس الأبطال الأفريقية مع النادي الرياضي البنزرتي. إذا بلال الخفيفي ومنوبي الحداد إضافات في هجوم الأفريقي بحثا على مضاعفة النتيجة. في الأثناء عكس الهجوم للملعب الجيبسي والمحافظة على الكرة والمخالفة، المخالفة لصالح إيشاكا أبودو أمام وسام بن يحيى.
نشوفوا إيشاكا أبودو والمخالفة لصالح الملعب الجيبسي أو العمق اللي لوج عليه المدرب ماهر الكنزاري ومحاولة تجاوز المنافس المباشر عنده خصال التسجيل والنجاعة في مناطق الجزاء إيشاكا أبودو. إذا مروان تاج في تنفيذ المخالفة مع اقترابنا من تقريبا ربع ساعة لعب في الشوط الثاني دائما الأسبقية للإفريقي وبحث الملعب الجيبسي على تفادي هزيمة ثانية على التوالي في الملعب الأولمبي بالمنزه. متابعة للمخالفة الكرة مباشرة للحارس عاطف التخيلي وثم مخالفة في مناطق الإفريقي والكرة الثابتة الأخيرة لم تأتي بنتيجة شهيرة. والكرة الثابتة ممكن استغلها الافريقي في الشوط الاول لكن الملعب الجيبسي رغم تعدد الكرات لم يستغل. هنا الاصابة لحارس النادي الافريقي عاطف الدخيلي. هذا ماهر الكنزاري امامكم مدرب الملعب الجيبسي. ماهر الكنزاري الى حد الان 5 مقابلات قبل مباراة اليوم مع الصيدا، في الخمسة لقاءات عمل ربح، 2 تعادلات و2 هزائم. قبله نذكر كان جيرار بشير 4 مباريات فيهم 2 انتصارات تعادل وهزيمة. هذه إعادة للكرة الأخيرة وضربة المخالفة والصعود والإصابة كانت لحارس النادي الإفريقي. أيضا كان موجود معاه اللاعب أيمن محمود لاعب الملعب الجيبسي. زوز على أرضية الميدان، زوز إن شاء الله يقوم بسلامات لأنه مباراة إلى حد الآن ما تستحقش أكثر من إصابة وأكثر من تعويض اضطراري. كان تعويض اضطراري في الشوط الأول من إبراهيم الشنيحي تعويضه بمنوب الحداد. إن شاء الله المباراة تكمل على خير بالنسبة لزوز فرق في وقت اللي حشتنا بملاعبية الأندية الكل. نعرفوا الانتظارات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي وكل لاعب ينجم ينفع المنتخب، ينجم يكون ورقة جديدة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي من أجل نجاح المشاركة في المونديال ومن أجل نجاح نهاية البطولة على الأقل نقوله بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الأولى. يقوم سلامات عاطف الدخيلي وأيضا أيمن محمود مدافع الملعب الجيبسي. أمامكم عاطف الدخيلي حارس الإفريقي يرفع الكرة عالية، موجود هجوم الإفريقي في القيادة صابر خليفة، يمشي بلال الخفيفي ما يخش الكرة، محمد أمين النفزي بالراس يرجع لوسيم نوارة، وسيم نوارة عنده الكرة يرجع كرة طويلة مرة أخرى، كرات طويلة من ملاعبية الملعب الجيبسي في اتجاه أريال كونان، أريال كونان موجود معها بوكو يخرج له الكرة وترجع للإفريقي من وسام بن يحيى لمعتز الزمزمي، معتز الزمزمي مازالت عنده الكرة يرجع لوسام بن يحيى حاول يلعب معاه ليندو لكن مقطوعة الكرة من أحمد ميدا لموزيس أوركوما. هاشم عباس، هاشم عباس ليكرم بن ساسي، أكرم بن ساسي في محور الدفاع يلعب كرة في وسط الميدان. خالد الغرس اللاوي يبدل الغرس اللاوي لأيمن محمود، أيمن محمود طويلة كورته أيمن محمود لأريال كونانا وإيزاكا أبودو، إيزاكا أبودو ما يخش الكرة ترجع كرة تعليل عبدي طويلة والتسلل على صابر خليفة، موجود صابر خليفة في التسلل واضحة الكرة الأخيرة بعد التوزيعة طويلة من عبدي في اتجاه صابر خليفة. أمامكم هداف الإفريقي بزوز أهداف لحد الآن صحبة الأشنيحي وتعود الكرة أريال كونان إلى جنب مروان تاج، من تاج إلى كونان ومن تاج إلى أحمد ميدا في وسط الميدان طويلة كرة أحمد ميدا، محمد أمين النفزي على الجهة اليمين يوزع كرة بعيدة دون عنوان، كرة محمد أمين النفزي تمشي ضايعه تمشي 6 امتار. وماهر الكنزاري كالعاده يعني توصياته. امامكم حارس مرمى الافريقي مره اخرى موجود على الكره عاطف الدخيلي، عاطف الدخيلي هذا مروان نتاج اللاعب السابق للنادي البنزرتي ايضا النجم الساحلي الملعب التونسي خبره في انديه الرابطه المحترفه الاولى وموجود يرجع للتشكيله بعد غياب الجوله الفارطه بالنسبه للملعب الجيبسي. كوره في وسط الميدان وسام بن يحيى لمعتز الزمزمي، معتز الزمزمي عنده الكوره يحاول يتعدى مروان تاج يقطعها له اريل كونان في وسط الميدان. خالد الغرس اللاوي، الغرس اللاوي مقطوع ممتاز، احمد خليل يرجع وياخذ الكره ويمنع هجمه جديده للملعب الجيبسي ويعطي الفرصه والفرصة
الرياضيه للنادي الافريقي للقيام بتغيير النسق وايضا الدخول اكثر لمنطقه الجزاء. والكره بركنيه، الركنيه والتدخل الاخير كان موجود على لاعب النادي الافريقي بعد الكره الاخيره. شوف هنا اللقطه تجاوز الجميع والتدخل من اكرم بن ساسي، التدخل من اكرم بن ساسي على علي العابدي صاحب الهدف الوحيد لحد الان. والركنيه كالعاده في التنفيذ وسام بن يحيى، وسام بن يحيى في تنفيذ ضربة الركنية بالنسبة للنادي الافريقي في شوط ثاني. نذكر انه شوط اول كانت فيها الكرة من الركنية اللي جابت الهدف، الركنية تتنفذ والتدخل من محمد امين النفزي، ترجع من جديد لوسام بن يحيى، وسام لمعتز الزمزمي، معتز يوزع الكرة بعيدة، بعيدة كرة معتز الزمزمي تمشي ضربة 6 امتار لوسيم نوارة، يسرع وسيم نوارة في الكرة، يلعب مع مروان نتاج، مروان نتاج عنده الكرة وعبد الرحمن إلى حد الآن تقريبا النسق قعد يرتفع لكن الفرص غير موجودة، لأنه شفنا شوط أول تقريبا الفرص كانت أكثر لكن شبه فرص نجم نقوله بالنسبة لزوز فرق إلى حد الآن. أكبر دليل التصويبة الأخيرة البعيدة والضعيفة من إيشاكا أبودو، إلى حد الآن الانسجام مفقود مع المهاجم الثاني أريال كونا رغم إقحام المدرب ماهر الكنزاري لهدفه الأول في البطولة في غياب لاعب بارز أكيد في تركيبة الملعب الجيبسي. شفناها الموسم الفارت درامي ميكايلو اللي مش موجود في المجموعة أيضا على غرار مباراة الثلاثاء الماضي. شفنا منذ قليل تواغل من علي العابدي من الجهة اليسرى، هذه خصاله. شوفوا الضغط على أيمن محمود من معتز الزمزمي وصابر خليفة. قبل هذا اللقاء الافريقي سجل 6 اهداف وقبل 8 اهداف، تأكيد انه المعضلة على مستوى النجاعة الهجومية وايضا قبل برشا اهداف بالمقارنة مع المواسم الماضية. مخالفة ضد المختار بالخيثر والانذار والهفوة المرتكبة على مروان تاج. شفنا تدخل منذ قليل من المختار بالخيثر كان دفاعي والركنية، والجزائري ينظر من جانب الحكم الدولي هيثم جيرات. شفنا برشا ديويل، برشا حوارات مباشرة بين مختار بالخيثر ومروان تاج. هذه المرة الهفوة واضحة، ما لعبش الكرة مدافع الافريقي على عكس دخله السليم في مناطق الجزاء امام الظهير الايسر للملعب الجيبسي. منذ سنتين كان سجل هدف ممتاز في لقاء تاريخي للنجم الساحلي في كأس الابطال ضد الزمالك المصري. وقف مليح حاليا الدفاع الافريقي امام خالد الغرسلاوي، امام ايشاكا ابودو، امام اريال كونان، وايضا التوغلات من الجهه اليمنى لمحمد امين النفزي لم تاتي بالنجاح المأمول. في الاثناء الاطار الفني للافريقي اقحم كذلك بلال الخفيفي في التشكيله. نتابع الى حد الان الاسبقيه للافريقي والبحث على ثالث الانتصارات في انتظار اللقاءات المتاخره مره اخرى. مروان نتاج في مناطق النادي الافريقي لعب لقاءات اجوار ضد الافريقي مع الملعب التونسي وايضا كلاسيكوات برشا مع النجم الرياضي الساحلي ضد النادي الافريقي. كان لاعب بارز خاصه على مستوى الصنعة في منتصف الميدان والحلول الهجوميه. نفس الخصال مع علي العابدي من الجهه المقابله في النادي الافريقي. كره في وسط الميدان، لاعب الارتكاز المحوري احمد خليل مع وسام بن يحيى، بلال الخفيفي التوزيعة في محور الدفاع والمخالفه لصالح زملاء اكرم بن ساسي، معناها مناطق الملعب الجيبسي اللي منذ سنتين كانت عنده مشاركه ممتازه في كاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. كان قريب من خوض لقاءات المجموعات بعد مباراة كبيرة أمام مازيمبي مع أحمد حسني
مع هشام السيفي مع يوسف الفزاعي، أسماء كبيرة غادرت الملعب القبسي آنذاك مع المدرب الأسعد الدريدي قبل نهائي كأس تاريخي 7 أهداف كاملة في أوت 2015 أمام النجم الرياضي الساحلي. مع السنوات الماضية كانوا مدربين تونس ممتازين على رأس النادي كيما الأسعد الدريدي ومراد العقبي وبعد جيراغ بوشير. إذا ماهر الكنزاري مدرب سبق له باش كان مدرب أيضا ودرب النادي الرياضي البنزرتي، درب الملعب التونسي الترجي الرياضي التونسي، لعب نصف نهائي كأس الأبطال 2013 من أورلاندو بايرتس، والترجي آنذاك لم يتوصل إلى خوض دور النهائي، كان مساعد سنة 2010 في نهائي كأس الأبطال آنذاك مع المدرب فوزي البنزرتي، فاز بألقاب عربية وايضا محليه مع الترجي كمدرب مساعد وايضا كلاعب، وهو ابن الملعب التونسي. ماهر الكنزاري كان مدرب المنتخب الاولمبي ومساعد في الكان 2015 المدرب جورج ليكانس. اذا الاسبقيه دائما لصالح الفريق شهير. التغيير المنتظر بالنسبة للملعب القبسي بعد قليل أيضا على قمش باش يكون واحد من اختيارات المدرب ماهر الكنزاري، قد يغير بمتوسط ميدان أو بلعب هجوم. نستناو ماهر الكنزاري قبلها كرة للنادي الإفريقي تتنفذ بسرعة من عاطف الدخيلي، صابر خليفة في الاستقبال ما يخويش صابر خليفة، ترجع للملعب القبسي إيزاكا بودو طويل الكرة، موجود عاطف الدخيلي يخرج خارج مرماه بالراس، يخرج الدخيلي كقلب دفاع يحط الكرة بالراس على يسار الحارس عاطف الدخيلي، لكن موجود لاعب الملعب القبسي على أرضية الميدان يقوم لاباس، والكرة لمروان تاج، مروان تاج بين زوز ملاعبية اش يعمل بالكرة، مروان تاج مازال محافظ عليها، يرجع للخلف هو الحل الوحيد تقريبا اللي لقاه مع هشام عباس، أكرم بن ساسي، أحمد ميدا، أحمد ميدا على الجهة اليمين يمشي لأيمن محمود، أيمن محمود يقدم لأحمد ميدا من جديد، أحمد ميدا مازالت عنده الكرة، الربط بين الهجوم والدفاع ديما موجود أحمد ميدا، والكرة تعود مرة أخرى إيزاكا أبودو، والعودة مرة أخرى لخط الدفاع لأكرم بن ساسي، أكرم بن ساسي غير موجود الحلول في هجوم الملعب القبسي، يخليهم يرجعوا للخلف وين موجود خط الدفاع بين هشام عباس، أكرم بن ساسي وأيضا أيمن محمود، كرة دائما للملعب القبسي، تخريج الكرة داخل منطقة الجزاء ويخلط على الكرة فخر الدين الجزيري، يخلط فخر الدين الجزيري قبل مهاجم الملعب القبسي أرييل كونان، كانت تخريجة ممتازة من مروان تاج، مروان تاج أعطى كرة لأرييل كونان جابت الركنية بعد التدخل الممتاز من فخر الدين الجزيري. ضربة الركنية كالعادة مروان نتاج موجود على كل الكرات الثابتة بالنسبة للصطيدة، مروان نتاج وهيثم قيرات في حوار مع لاعبي الافريقي والملعب القبسي في منطقة ال 18 متر يعطي إشارة للتنفيذ، يرفع كرة في القائمة الأولى، تدخل من أحمد ميدا حب يلعب الكرة بفنيات لكن تمشي بضربة 6 أمتار من جديد لصالح الافريقي. اقتربنا من نصف ساعة في شوط ثاني في مباراة الافريقي والملعب القبسي، مباراة دون حضور جمهور نذكر هي مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وإلى حد الآن التقدم فيها لأبناء باب جديد 1-0، الإمضاء كان لعلي العابدي دقيقة 16، طويلة الكرة من جانب الإفريقي مقطوعة مختار بالخيثر بخطأ، مختار بالخيثر عنده إنذار يلزم يرد باله في مباراة اليوم لأنه إنذار ثاني يكلفه الورقة الحمراء، والتغيير يخرج خالد الغرس اللاوي بعد خروج خالد المليتي والدخول لعلي قمش من جديد في تغيير الثاني بالنسبة لماهر الكنزاري مع الملعب القبسي، الخروج لخالد الغرس اللاوي أمامكم اللاعب رقم 22 ودخول رقم 17 على قمش، هذه كرة داخل منطقة الجزاء يخرج الدخيلي، يخرج الدخيلي على مارتين، والكرة كان ممكن مرة أخرى يستغلها الملعب القبسي في خطأ فادح في دفاع الإفريقي كاد يكلف الإفريقي هدف للتعادل، والكرة تعود بغتت الجميع الكرة الأخيرة، والناس الكل تقريبا اللي هنا استناوا أنه الكرة باش تمشي لدفاع الإفريقي لحارس مرماه، لكن لخبطة في دفاع الإفريقي خلات الملعب القبسي قريب من هدف التعادل. تعود الكرة لأيمن محمود، أيمن محمود على يمين الدفاع، كرة لعلي قمش، محمد أمين النفزي ما يخواش، والتماس يعود للإفريقي، التماس يعود للإفريقي، والكرة
للنادي الافريقي لعلي العابدي. هذه الصورة ضربة المخالفة كانت موزعة مباشرة في المرمى، خرج عاطف الدخيلي ضرب الكرة في المدافع ولكن تواجد فخر الدين الجزيري أنقذ الموقف. هذه كرة وسام بن يحيى، هل يعيدها وسام بن يحيى؟ وسام بن يحيى كان سجل، كنت تفكروا من نفس هذا المكان تقريبا أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان، هدف الفوز بالنسبة للإفريقي وقتها. اليوم جات الفرصة وكاد يعيد الكرة وسام بن يحيى، الكرة لوسيم منورة، وسيم منورة يلعب ضربة الستة أمتار، عنده الكرة وسيم منور إلى جنبه هاشم عباس، يلعب كرة قصيرة، هاشم عباس يمشي له مروان تاج، عباس يلعب كرة طويلة لأريل كونان، كونان أسبق منه الكرة تمشي للتماس عبد الرحمن في توقيت بالضبط 29 دقيقة يعني نصف ساعة تقريبا في هذا الشوط الثاني، وما زلنا بالواحد صفر إلى حد ما للإفريقي أمام الملعب الجيرسي. بالنسبة لحصيلة الملعب الجبسي قبل هذا اللقاء 12 نقطة، 3 انتصارات 3 تعادلات و3 هزائم. شفنا كرة أخرى في محور دفاع الإفريقي على غرار نهاية الشوط الأول مع توزيعات المركزة على أريل كونان، هذه المرة أيضا إيشاكا أبودو يشارك في تلبى الكرة في محور دفاع النادي الإفريقي، والتدخل منذ قليل بصعوبة من جانب فخر الدين الجزيري، ونفس الوضعية حاليا انقاذ الموقف من زملاء أبوكو أمام الحارس عاطف الدخيلي، برشا ثغرات حاليا في محور دفاع الأفريقي، التدخل من المحور في مناسبتين وتفادي وضعيات تسجيل هدف التعادل من جانب الأفريقي اللي يبحث على المساحات والتوغلات، والكرة في المحور، ومن جديد من جديد فرصة كبيرة لأريال كونان وجه لوجه مع الشباك أريال كونان، تعدد الهفوات كما ذكرت، كرة ممتازة في مناطق الستة أمتار، وكونان الإيفواري يخفق. شوفوا الهدية إلى كونان من جانب محمد أمين النفزي، كرة ممتازة وكونان يخفق في التسجيل والتعديل من جانب الملعب الجبسي. في الأثناء هجوم الفريقي والكرة مباشرة في دين الحارس وسيم نوارة، الصعود كان ناجح من محمد أمين النفزي من الجهة اليمنى، هدية لكونان اللي رفضها، وتبقى النتيجة دائما الأسبقية للإفريقي، هدف مقابل صفر مقابل مجهودات الملعب الجبسي، إقحام علاء الدين قمش خاصة لإعطاء دفع آخر للخط الأمامي من جانب المدرب ماهر الكنزاري في الربع ساعة الأخير لهذا اللقاء اللي يتحمس مع سعي الملعب الجبسي إلى التعديل، ومحاولات الإفريقي عبر خاصة صابر خليفة الخفيفي ومنو بالحداد لحسم المباراة. كرة أخرى ثابتة ترجع من فخر الدين الجزيري، ثم أوركوما بعاد الكرة إلى مناطق الملعب الجبسي، وثم أكرم بن ساسي، والكرة ترجع لصالح الأفريقي اللي مر بفترة صعبة مع بعض الهجومات الخطيرة للملعب الجبسي، آخرها كونان كانت كرة سانحة وأخطأ في وضع الكرة في الشباك. تبقى النتيجة لصالح الأفريقي والانتصار ثمين سيكون للإفريقي أو الملعب الجبسي. مباراة التدارك شعارها اليوم خاصة الإفريقي مع التغييرات على مستوى الإطار الفني، ومن جانب الملعب الجبسي حتى هدف منذ جولتين، معناها في مباراة الترجي الجزيسي في مباراة الترجي الرياضي التونسي، يتحمس اللقاء حاليا صابر خليفة مباشرة إلى المنافس إلى أحمد ميدا، محمد أمين النفزي يصعد من الجهة اليمنى عنده حلول هجومية، علاء الدين قمش كذلك في المعاضة من الجهة اليمنى لهجوم الملعب الجبسي، وثنائي في محور هجوم كونان وإيشاكا أبودو، هكا سينهي المباراة الملعب الجبسي. وسام بن يحيى يرجع لحارس عاطف الدخيلي
مباشرة كرة طويلة إلى معتز الزمزمي، ثم وسام بن يحيى وأيضا منوبي الحداد مختار بالخيثر، من جديد أحمد ميدا أوركوما، أحمد ميدا للملعب الجبسي، ثم أوبوكو الغاني في التغطية الأخيرة أمام إيشاكا أبودو، يرتفع النسق. قلت واضح كل فريق عنده مسعى خاص، الملعب الجبسي التعديل والافريقي لحسم النتيجه وتجديد العهد مع الانتصارات. ابعاد الكره من المختار بالخيثر، ثم اوركوما 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 مباشره الى مروان تاج، هاشم عباس، اكرم بن ساسي اللاعب السابق للاولمبي الباجي، كان فاز بالكاس سنه 2010 وايضا شارك في المسابقة الإفريقية ونهائي الكأس مع الملعب الجيبسي، كان تجربة ثرية منذ سنتين، وكان هدف أيضا ممتاز لأحمد حسني اللي حاليا في الملعب التونسي مع فريق مازيمبي. من جديد الكرة لصالح الملعب الجيبسي الشهير، إلى حد الآن لا تغيير في النتيجة. 1-0 والملعب الجيبسي ضيع ميلي وضيع مهاجم أرييل كونان فرصة يكتفي بوضع الساق ممكن تدخل الكرة، لكن حب عكس هذا، والأفريقي دفاعه إلى حد الآن غير متماسك، أخطاء دفاعية بالجملة، وهذه كرة لمحمد أمين النفسي داخل منطقة الجزاء، التوزيع والكرة تعود الكرة من رقم 14 زكا بودو في خطة مدافع زكا بودو، يرجع الكرة في دفاع الأفريقي. قلت أنه الأفريقي دفاعه قاعد يعمل فيها أخطاء كبيرة، قاعد يرتكب فيها فوات قد تكلفه الكثير في مباراة اليوم إذا كان ما يصلحش الأمور. إلى حد الآن ترجع الكرة أحمد خليل علي العبدي على الجهة اليسار، يخرج له الكرة محمد أمين النفزي بالراس، يرجع محمد أمين النفزي الكرة لوسيم نوارة، ترجع الكرة بسرعة من محمد أمين النفزي، يرتفع نسق المباراة، الوتيرة إلى حد الآن تشتد بين الإفريقي والملعب الجيبسي، الكرة مقطوعة من علي العبدي في وسط الميدان، ترجع جيبسية بضربة مخالفة، ترجع الكرة بإشارة من الحكم هيثم جيرات، وكان ممكن ماهر الكنزاري غير راضي بالمرة على المردود الهجومي للاعبيته لأنه ضيعوا تقريبا زوز كرات، والتغيير في تشكيلة الإفريقي، خروج معتز الزمزمي ودخول مهدي الوذرفي، العودة بالنسبة لمهدي الوذرفي لتشكيلة الإفريقي، يدخل بعد قليل، والتغيير الثالث بالنسبة للإفريقي، نذكر خروج إبراهيم شنيحي، دخول منوبي الحداد، خروج أيضا غازي العيادي وتعويضه ببلال الخفيفي، وحاليا معتز الزمزمي يخرج ويخلي مكانه لمهدي الوذرفي كتغيير ثالث. ترجع الكرة طويلة من هاشم عباس والتسلل، التسلل على محمد أمين النفزي في كرة أخيرة كانت للملعب الجيبسي، هذه الإشارة ورفع الراية من المساعد الثاني أحمد الضويوي، ضربة أو هذه الإعادة مرة أخرى للكرة اللي ضيعها أرييل كونان، كان ممكن يرجع بها على مستوى الواحد واحد بالنسبة للملعب الجيبسي، لكن الكرة ضاعت ويبقى الإفريقي متقدم إلى حد الآن 1-0. هذه كرة مقطوعة من صابر خليفة، صابر خليفة يمشي، خليفة يمشي، خليفة قدمه أيمن محمود، خليفة يوزع على الكرة، ترجع من مروان تاج، يمشي على الكرة مروان تاج، مازال محافظ عليه مروان تاج، يخليها تخرج للتماس، يخليها تخرج للتماس بعد الضغط من منوبي الحداد. في الحقيقه ما شفناهوش برشا منوبي الحداد مع دخوله في الشوط الاول، تحديدا بعد نصف ساعه في شوط اول، تغيير قدم ايضا بالنسبه للملعب الجيبسي، بعد قليل خلدون منصور اللاعب السابق لنجم اولمبيك سيدي بوزيد سيكون هو الورقه البديله الثالثه بالنسبه لماهر الكنزاري. اقتربنا من نهايه المباراه، اقتربنا من الوقت الذهبي في شوط ثاني، والافريقي مازال متقدم 1-0. كوره من مختار الخيثر مقطوعة من مروان تاج، يعمل المراوغة، يلعب الكرة مع موزيس أوركوما، يربح المخالفة، المخالفة من موزيس أوركوما، والكرة ستعود للملعب الجيبسي من جديد، الملعب الجيبسي الباحث عن هدف التعادل
بعد ما كان الافريقي سباق في التسجيل منذ الدقيقة 16 عن طريق المدافع علي العابدي. وبالمناسبة العابدي هو أول مدافع في الافريقي سجل هذا الموسم، بعد ما شفنا الدراجي شنيحي يحيى وصابر خليفة هما اللي سجلوا 6 أهداف للافريقي. الهدف السابع اليوم يكون بإمضاء مدافع هو علي العابدي. تعود الكرة للتماس أو لا؟ قبل التماس موجود مهدي الوذرفي، الوذرفي خرج الكرة لعلي العابدي، يمشي العابدي خطير جدا علي العابدي، علي العابدي يدخل داخل منطقة الجزاء وضعيفة الكرة، ضعيفة الكرة الأخيرة في دين وسيم نوارة. وتعود الكرة لمروان تاج، مروان تاج الكرة الأخيرة كانت للخفيفي بلال اللي يحاول يدخل منطقة الجزاء لكن أسبق منه موجود حارس مرمى الملعب الجالسي. تعود الكرة لأحمد ميدا، أحمد ميدا في وسط الميدان، أحمد ميدا يبدل كليا وين موجود محمد أمين النفزي على الجهة اليمين، نشيط جدا محمد أمين النفزي، ووزع الكرة وترجع من الدفاع، ترجع الكرة ويعود الامتلاك للنادي الإفريقي بضربة 6 أمتار مع الاقتراب أكثر من نهاية المباراة. والتغيير الثالث خروج 21 أيمن محمود في تشكيلة الملعب الجيمسي ودخول رقم 18 خلدون منصور مهاجم للمعادلة الهجومية لخلق أكثر فرص عبد الرحمن والبحث عن فرص أخرى بالنسبة للملعب الجيمسي بعد ما شاف ماهر الكنزاري اللي فريقه كان قريب من التعديل. صحيح، وكان بلال الخفيفي أيضا في وضعيات سانحة. بلال الخفيفي اللي خذا مكانه في الشوط الثاني، شفنا الإعادة منذ قليل لوضعيته الهجومية للخطورة اللي أحدثها مع التوغل من الجهة اليسرى لهجوم الإفريقي، وكان وسيم نوارة في المكان المناسب في أثناء الامتياز حاليا لمحمد أمين النفزي المتألق والخطير من جهة علي العابدي اللي ما تمكنش من معاضدة الهجوم باعتبار تلبى الكرة الممتاز من أمين النفزي وخلقه لفرصة كبيرة والهدية اللي منحها إلى المهاجم أريال كونان اللي رفض الهدية وفوت الفرصة للتعديل. ثم بلال الخفيفي بمجهود من الجهة اليسرى ووسيم نوارة أغلق الزاوية، ثم المدرب ماهر الكنزاري يقحم خلدون منصور بعد علاء الدين قمش وإيشاكا أبودو في محاولة للتعديل. ينظر في الأثناء منوبي الحداد من جانب النادي الإفريقي ويرفع الورقة الصفراء الحكم هيثم جيرات. إذن بالنسبة للحصيلة في تونس قبل هذا اللقاء بين الفريقين 12 مباراة، 9 انتصارات الإفريقي، تعادلين وفوز للملعب الجيبسي وحيد كان السنة الماضية في رادس من مخالفة منفذة آنذاك من يوسف الفزاعي. يتحمس اللقاء على دين قمش وثم مخالفة لصالح الملعب الجيبسي، اندفاع كبير من علاء دين قمش اللاعب السابق لأمل حمام سوسة. نشوفوا التدخل الأخير من علي العابدي. قلت تواجد علاء الدين قمش محمد أمين النفزي من الجهة اليمنى لهجوم الملعب الجيبسي ما خلاش التفوق العددي اللي عادة يخلق علي العابدي من الجهة اليسرى، ويبقى هو صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذا اللقاء المثير في الدقائق الأخيرة. الاختصاصي مروان تاج في تنفيذ المخالفة، آخر فرصة للإفريقي عبر بلال الخفيفي في الأثناء. كرة ثابتة من جانب الملعب الجيبسي، صعود تقليدي معروف لهاشم عباس أوبوكو، ثم التصويبة فوق المرمى، التصويبة الأخيرة فوق المرمى رغم الوضعية المناسبة من إيشاكا أبودو. كانت كرة جانبية مخالفة من جانب مروان تاج، إعادة وكرة مرتدة في مناطق النادي الأفريقي، ثم التصويبة الأخيرة من اللاعب القادم من نادي حمام الأنف فوق المرمى إيشاكا أبودو. الدقائق الأخيرة الحاسمة في هذا اللقاء، دائما الأسبقية للنادي الأفريقي. الكرة باش ترجع لصالح فريق باب جديد في وسط الميدان. منذ قليل أنذر منوبي الحداد نيكولا أوبوكو
تركيز على الجهة اليسرى من جانب الفريقي الباحث على حسم النتيجة وتأكيد الأسبقية. تغييرات ماهر الكنزاري، أيضا السعي إلى التعديل علاء الدين قمش وخاصة إيشاكا أبودو. ترجع الكرة من وسط ميدان الملعب الجبسي ومن جديد المخالفة لصالح الملعب الجبسي في وسط الميدان. دقائق أخيرة مثيرة في هذا اللقاء المتأخر لحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شاهدتم التدخل من مهدي الوذرفي، خسر مكانه منذ فترة كبيرة في وسط ميدان الإفريقي. إذا مهدي الوذرفي محاولة ترجع لأكرم بن ساسي ثم وسيم نوارة، أكيد بعد نهاية المباراة استوديو تحليلي لتقييم الأداء والنتيجة وانعكاساتها على مشوار الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا استجوابات ما بعد المباراة مع أمير الزيتوني والاستوديو مع اسكندر، وأكيد أيضا انطلاق الساعة 6:10 لقاء القمة والتغطية الخاصة في سوسة إن شاء الله. إبعاد الكرة بصعوبة في البداية من فخر الدين الجزيري، والتصويبة من علاء الدين قمش. التصويبة الأخيرة من علاء الدين قمش بعيدة، شهير على مرمى الحارس عاطف الدخيلي ودائما الأسبقية الضئيلة للإفريقي. 1-0 الإفريقي متقدم إلى حد الآن، الإفريقي يسير نحو الانتصار، لكن الملعب الجبسي مازال فما وقت، مازال الوقت البديل يعني كل لحظة بحسابها في مباراة اليوم. الإفريقي دفاعه يلزم يعرف كيفاش ينهي المباراة من أجل العودة للانتصارات وتحقيق ثالث انتصار في البطولة في المقابلة. الملعب الجبسي يلوم روحه، يلوم مهاجميه اللي ضيعوا أكثر من فرصة كانت محققة، ضيعوا أكثر من هدف كان ممكن يكون العودة على مستوى النتيجة. كرة تعود بسرعة للنادي الإفريقي لصابر خليفة قدامه أكرم بن ساسي، يحط له الكرة في التماس. التماس للإفريقي، الإفريقي اللي يربح الوقت، اللي يربح بعض اللحظات مع نهاية التسعين وفي انتظار الوقت البديل بإشارة من الحكم هيثم جيرات. تعود الكرة بتماس من علي العابدي، سحب الهدف الوحيد إلى حد الآن. 4 دقائق كوقت بديل يضيفهم الحكم هيثم جيرات. 4 دقائق إما ينهيها الإفريقي متقدم ومنتصر إما يرجع فيها الملعب الجبسي. على كل ننتظر اللحظات الأخيرة من المباراة، ننتظر الثواني والدقائق لأنه مباراة مهمة إذا كان يرجع الإفريقي للانتصارات في ظل الوضعية اللي كان فيها الإفريقي، في ظل ممكن عدم الوضوح اللي كان فيها الإفريقي على مستوى التسيير، على مستوى التدريب، على مستوى اللاعبين. والإفريقي أكيد مطالب بلم الشمل، الإفريقي مطالب بأنه لاعبيها القدامى ومسؤوليها القدامى يكونوا موجودين مع الهيئة الحالية المؤقتة، يكونوا موجودين مع اللاعبية ومع المدرب، لأنه الإفريقي إذا كان يعود بصحة جيدة هذا في نكهة البطولة لصالح كرة القدم التونسية. ونستناو أكيد مباريات كبيرة بالنسبة للبطولة، الانتظارات من الديربي يوم 3 ديسمبر، أيضا الكلاسيكو اليوم بين النجم والترجي، نستناو كلاسيكو آخر بين الإفريقي والنجم، يعني مباريات من الطراز العالي، مباريات من العيار الثقيل مازالت موجودة في بطولتنا كله في شهر ديسمبر، والكل ينتظر هذه الكرة داخل منطقة الجزاء. وتعود أحمد خليل الخفيفي، كرة لصالح النادي الإفريقي في هجمة جديدة في بحث عن هدف ثاني يقتل بها المباراة. الخفيفي يمشي فيه ضربة المخالفة، المخالفة والإنذار لمحمد أمين النفزي، الإنذار لمحمد أمين النفزي بعد ما كان إنذار ليكرم بن ساسي أيضا. أيمن محمود في تشكيلة الصيدة في المقابل موجود بالخيثر، وأيضا منوب الحداد بزوز ورقات صفراء بالنسبة لملاعبية الإفريقي. نذكر اليوم أيضا الغياب لبلال العيفة بسبب 3 إنذارات بعد ما كان حاضر في مباراة الجولة الفارطة ضد النادي البنزرتي، والهزيمة في ملعب منزل عبد الرحمن بالنسبة للإفريقي 3-1. اليوم تتغير الأمور بمعطيات جديدة بمدرب جديد هو كامل القلصي صحبة حمد التويري، في انتظار الإعلان الرسمي على المدرب القادم بالنسبة للإفريقي. كيف ما قلنا منطقيا مش يكون منتصر لوحيشي هو المدرب القادم، والإعلان قد يكون بعد قليل يعني بعد نهاية التسعين، بعد نهاية المباراة بين الإفريقي والملعب الجبسي. ضربة المخالفة موجودة على الكرة، ما
منوبي الحداد، هل يكون التوزيع من الحداد؟ هل يكون التصويب المباشر؟ منوبي الحداد على الكرة، هيثم قيرات يعطيه إشارة اللعب، هيثم قيرات يقول له العب، منوبي الحداد يرفع الكرة عالية، بعيدة الكرة الأخيرة، بعيدة مشيت ضربة 6 أمتار بالنسبة للملعب الجيبسي، والملعب الجيبسي عبد الرحمن اليوم رغم الهزيمة حاليا لكن المردود كان ممتاز، كان قريب من العودة في النتيجة مقارنة بالمباراة اللي لعبها ضد الترجي ممكن في الجولة الفارطة، ثم تحسن كبير في الأداء، ثم التغييرات لكن النتيجة ممكن ما مشيتش معاه وأيضا إضاعة الفرص. صحيح، للمباراة الثالثة على التوالي ما سجلش الملعب الجيبسي في المقابل قريب الإفريقي من تدارك الهزيمة الثقيلة أمام النادي الرياضي البنزرتي الأربعاء الماضي، ولو بصعوبة شفنا فرصة كبيرة للتعديل من جانب أريال كونان في الفترة الثانية، لعب كل الأوراق ماهر الكنزاري الهجومية اللي عنده على بنك الاحتياط خلدون منصور علاء الدين نجمش، وأيضا هدفه الأول الغاني إيشاكا أبو دو في المقابل الإفريقي بكرة ثابتة يحسم إلى حد الآن مصير هذا اللقاء المتأخر لحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى بكرة ثابتة مجسمة من جانب علي العابدي اللي في الشوط الثاني مع تواجد محمد أمين النفزي وخلدون منصور وعلاء الدين قمش من الجهة اليمنى ما تمكنش من معاضدة الهجوم، مروان تاج المحاولات الأخيرة في انتظار الصفارة النهائية للحكم هيثم قيرات، قلت المباراة رقم 25 بين الفريقين، الإحصائيات قبل هذا اللقاء البيلان 16 انتصار للإفريقي 5 تعادلات، وإذا إلى حد الآن الإفريقي ساعي للانتصار رقم 17 وفعلا الإفريقي يتمكن من الانتصار بهدف وحيد، هدف الشوط الأول رغم المردود المقنع للملعب الجيبسي والمحاولة السانحة في الفترة الثانية.